السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أولي درجات لكم فيديو جديد، وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نستكشف مع بعض مكان موجود في لعبة جي تي اي سان أندرس. لما تذهب عليه راح تعثر على ديناصور تيركس الضخم، انتم متخيلين؟ المهم قبل ما نبدا شباب الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر لايك، واهم شيء تشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين لكي تشجعوني اني استمر في نشر المقاطع اللي تفيدكم وتعجبكم ايضا. المهم شباب، وطبعا راح اضع لكم رابط تحميل مود ديناصور تيركس في صندوق الوصف من ميديا فاير طبعا، اللي يريد يحمل ويجربه. وفي نهايه الفيديو راح اوريكم طريقه التركيب كالعاده طبعا. المهم يلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. طبعا شباب المكان موجود هنا، تشوفون هنا هنا، راح نذهب هنا لكي نستكشف. يلا راح ننتقل الى المكان بسرعة باستعمال مود التليبورت. هكذا شباب راح يظهر في هذه المساحة الشاسعة هنا، تشوفون شباب هذه المساحة راح يظهر هنا، راح تشوفون كيف راح يظهر. خلينا ننزل، يو تشوفون شباب فوق في الوسط ظهر عدد دم لونه أزرق بارد هكذا أو فاتح، تشوفون كيف كلون السماء، يشبه لون السماء، هو دم الديناصور أتوقع. أوف 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 أوف، تشوفون شباب ظهر، والله ظهر، ها هو. أح أح أح. أهرب أهرب سي جي أهرب. واو يا عم إنه عملاق، تشوفون شباب. خلينا نبعد عليه هنا ونعمل سلاح سنايبر لكي نتفرج عليه. هكذا شباب، اين هو اين هو، اختفى. ها هو شباب، ها هو، تشوفون شكله كيف. اوف تشوفون اسنانه حادة جدا، وايضا عنده اظافر طويلة في رجليه وفي يديه. اوف اهرب اهرب سي جي اهرب. خلينا نرمي عليه قنابل شباب، ابلع. ها راح نشوف، هل راح يو ما تأثر نهائيا. عداد الدم عداد الدم التيركس اللي فوق في الوسط لم ينقص نهائيا، تشوفون شباب. خلينا نرمي، اوف طيرته، يو لم يتأثر. اهرب اهرب سي جي، واو اوف تشوفون شباب، والله يا انه عملاق. سي جي كأنه نملة أمامه، تشوفون كيف. أوف 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 أوف. أهرب أهرب، تشوفون كم هو المود ممتع شباب، والله الصراحة مود رهيب جدا وحماسي في نفس الوقت، يخليك تستكشف هذا المكان. هناك ديناصور، تشوفون كيف. صراحة أنصحكم تجربوه شباب. واو ابلع، ها ها يو لم يتدمج. خلينا شباب نجرب عليه سلاح المينيغان، أقوى سلاح في اللعبة. يلا يلا نجرب عليه. أولا أهرب أهرب لكي لا يقضي علينا أو أي شيء. يلا أهرب أهرب، يلا أحضر الميني جان، تعال إلى هنا، يلا خذ خذ خذ. أوف واو يو تشوفون رجليه كم هي عملاقة، تشوفون شباب. أين هو؟ أوف أهرب أهرب سي جي، والله يا إنه ضخم، شوفوا شباب كم هو ضخم، تشوفون كيف. الصراحة أسنانه تخوف جدا، تشوفون كيف أسنانه وأظافره، شوفوا أسنانه حادة جدا. واو تشوفون شباب هذا المود والله رائع جدا. المهم أتوقع شباب استكشفنا هذه المنطقة واستكشفنا أيضا الديناصور، هو ديناصور تيركس العملاق. المهم شباب الآن راح أخليكم مع طريقة تركيب المود. يلا طبعا شباب راح تدخلون على برنامج زار شيفر هكذا، بعدها تروحون الى الداونلود طبعا، وراح تلقون المود، ها هو مود الديناصور تيركس للعبة جي تي اي اس اي للاندرويد. راح نضغط عليه ضغطة عادية بعد استخراج هنا هكذا شباب، بعدها راح يظهر معنا ملفين، ها هما. راح نبدأ بهذا الملف، راح نضغط عليه ضغطة مطولة بعدها قص، ونروح الى ذاكرة الجهاز بعدها اندرويد داتا، بعدها الى ملف اللعبة طبعا، وراح نضغط على الدائرة الخضراء اللي في الاسفل على اليسار هكذا شباب. الان راح نطلع من برنامج زار شيفر وندخل على برنامج جي تي اي اي ام جي تول هكذا، بعدها راح نضغط على اوبن اي ام جي، ونروح الى اندرويد داتا،
بعدها الى ملف اللعبه طبعا فايلز، بعدها تكس دي بي، ونضغط على جي تي اي 3 ام جي، بعدها سيليكت، بعدها شباب راح نضغط على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين، بعدها الخيار الثاني، وهنا راح نرجع الى الوراء هكذا شباب، بعدها نروح الى الداونلود وراح نضغط هنا شباب هكذا، بعدها راح نحدد على هذا الملف شباب هذا دي اف اف هذا راح نضغط عليه، بعدها نضغط على سيليكت هكذا. بعد ما ينتهي راح تطلعون من برنامج جي تي اي ام جي تول وتدخلون على برنامج تي اكس دي تول هكذا، بعدها راح تضغطون على الدائرة الوردية اللي في الاسفل على اليمين هكذا شباب، بعدها راح تروحون الى اندرويد داتا، بعدها الى ملف اللعبة فايلز، بعدها تكس دي بي، بعدها جي تي اي 3، بعدها نضغط على هذا الملف، بعدها سيليكت هكذا شباب، بعدها راح نضغط على الدائرة الوردية اللي في الاسفل على اليمين هكذا، بعدها شباب الخيار الثاني فروم تي اكس دي ارشيفز هكذا، بعدها راح نروح الى الداونلود طبعا، بعدها نضغط على هذا الملف ونضغط على هذا الملف شباب تي اكس دي، نضغط عليه بعدها نضغط على سيليكت هكذا. الان هنا لا تلمس اي شيء، فقط اضغطوا على اوكي وفقط. الان راح تنتظرون ريت ما ينتهي. بعد ما ينتهي شباب خلاص مبروك عليكم مود ديناصور تيركس، ادخلوا الى اللعبة واستمتعوا. المهم شباب وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى يكون اعجبكم، واذا اعجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر لايك، واهم شيء تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين لكي تشجعوني اني استمر في نشر المقاطع اللي تفيدكم وتعجبكم ايضا. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة. When you think that you've lost, oh, I will take you.